والآن مع الأخ القارئ محمد عثمان غني من جمهورية بنغلاديش، ويتقدم بفرع تلاوة القرآن الكريم وتجويده برواية حفص عن عاصم. تلاوة تلاوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا
أعد الآية. الذين يقولون ربنا. الذين يقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إن الدين عند الله الإسلام. اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. محمد عثمان غني من جمهورية بنغلاديش، وتقدم بفرع تلاوة القرآن الكريم وتجويده برواية حفص عن عاصم.